يعني في قراءة أولية لترشيح ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب عددا من الأشخاص لتولي مناصب عليا في إدارة المقبلة، مذيع تلفزيوني لوزارة الدفاع، إيلون ماسك لوزارة الكفاءة الحكومية، مبعوث الشرق الأوسط وما شاكل، والقائمة طويلة. في أي إطار يمكن أن نفهم هذه الترشيحات من جانب ترامب؟ تحياتي لك ومتابعين. ترامب يفعل كما يفعل أي رجل آخر في موقفه، يجلب إلى هذه المقاعد الوزارية نخبة من الذين هم على صلة جيدة معه، من بمعنى آخر من الذين يثقوا بهم. نظرية الكفاءة يعني هي موضع شك، لأن هناك انتقاد كبير من الديمقراطيين لاختيارات ترامب، وخاصة أن بعض المقاعد الوزارية كوزارة الدفاع تحتاج إلى خبرة متميزة ومختلفة. ولكن أيضا المذيع الذي اختاره ترامب ليكون وزير الدفاع قد خدم في الجيش الأمريكي، وممكن أن يكون قد اعتبر ذلك جزءا من خبرته. أيضا وجوده في الإعلام قد تكون له حكمة معينة، قدرة معينة على تقييم الأمور، ربما يكون اختياره من هذا الجانب. ولكن بشكل عام من الواضح أنه تتم دعوة الذين هم على صلة جيدة معه، الذين هم يثقوا بهم كما ذكرت سابقا. موضوع إيلون ماسك الملياردير الشهير والذي يعني استحدثت هذه الوزارة، هذه الوزارة استحدثت كانت منذ أن جرى نقاش بين ترامب وإيلون ماسك على منصة إكس التي هي تويتر سابقا، باستضافة من إيلون ماسك نفسه وحضرها مئات الملايين من الأمريكيين. هذه الاستضافة أو هذه المحادثة الصوتية التي جرى الحديث خلالها عن استحداث وزارة كهذه لترشيد انفاقات الحكومة، وبالفعل هذا ما نراه. يعني رغم أنه ملياردير، ولكن أعتقد أنه يعني إيلون ماسك ليس شخصا غبيا، وهو ذكي للغاية، عبقري للغاية، وأيضا وطني. لا أعتقد أنه سيضر بهذه الدولة الأمريكية، بل سيفيدها بالتأكيد من خلال هذا التنصيب. طيب أما الوزارات الأخرى فهي بالطبيعة يعني لا تتناسب مع تطلعات الشرق الأوسط.